الطفلة نور الهدى التي تدرس في الصف الخامس ابتدائي تحقق حلمها الذي طالما راودها من خلال ارتداء بدلة الحماية المدنية وتتقلد منصب ضابط نقيب قائد الوحدة بكل امتياز، أين استوعبت مهامه وأصبحت تعطي الأوامر. اليوم أنا جيت للحماية المدنية باش نحقق الحلم تاعي، ونتمنى إن شاء الله كي نكبر نولي عام في الحماية المدنية. درت استوديو سيناريو ورحت شفت كيفاش الحماية المدنية كيفاش تخدم في الحوادث المرور وفي الحرائق المنزلية. استقبلت اليوم مديرية الحماية المدنية لولاية غردايا وحققت حلم الطفلة نورهان مبكر بالتحاقها بصفوف الحماية المدنية، وين قامت بزيارة للوحدة الرئيسية تقلدت فيها منصب قائد الوحدة الرئيسية. حلمها الذي تسعى لتحقيقه هو مساعدة المواطنين وإنقاذ أرواحهم، وهي المهنة التي تسعى نور الهدى لشغلها في مستقبلها، حتى أن أعوان الحماية المدنية تأقلموا معها وهي تقود العمل الميداني. كنت دائما نشوفهم كيما يساعدوا الناس، جاتني فكرة بغيت نولي في الحماية المدنية نساعد الناس في الحرائق المنزلية وفي حوادث المرور. ننقذ حياة البشر. أشرفت على تدخل افتراضي لحادث مرور، أيضا أشرفت على تجمع للأعوان داخل التكنة، أشرفت على تفقد منشآت الوحدة وكذا الفرق الخاصة داخل الوحدة والفرق العملياتية، كذلك أشرفت على السير الحسن لمركز التنسيق العملي. تجربة نور الهدى ستبقى حتما راسخة في ذاكرتها إلى غاية تحقيقها مستقبلا، بعدما منحت لها الفرصة منذ الصغر لتتقلد منصب ضابط بالحماية المدنية.